صباح النصر عن استحقاق النهاردة بنيجي ونقولها. قلنا ده يوم الأربع، قلنا يا رب، أنا وكريم لحضراتكم فاكرين، قلنا يا رب نيجي يوم الحد ونقول صباح النصر ونعود كده مرة تانية للأهلي اللي احنا نعرفه روحا وأداء وكل حاجة، وفرحة وتاريخ وبطولات. الحمد لله رب العالمين، احنا شفنا مباراة حلوة جدا، شفنا لعب حلو جدا، شفنا انسجام رائع، شفنا كل حاجة كنا متمنين ان احنا نشوفها على أرضية الملعب. الحمد لله رب العالمين، فوز الأهلي والسوبر زي ما احنا قلنا في الجزيرة، واللي جاي لسه أحلى. بس لازم يعني نيجي النهارده نقول صباح النصر، ده الحلم اللي احنا او الامنيه اللي كانت عندنا بقالها اسبوع ويمكن موسم كمان كامل. صباح الخير يا كريم، ومبروك علينا بجد، ولازم نفرح ومش هنعدي الموضوع بقى كده وخلاص، لا هنفرح النهارده مع بعض ومع حضراتكم. لازم خايف نبتدي نفرح يقول لك اقلب الصفحه كما هي عاده النادي الاهلي. طب سيبونا نفرح، تعالى بصي ثلث ساعه، اول ثلث ساعه نفرح، اصله فعلا اللي حصل. اولا صباح الخيرات على كل حضراتكم، واهلا بيكم جميعا، وبدايه حلقتنا النهارده حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. بطبيعه الحال عندنا كلام حلو كتير نتكلم مع حضراتكم فيه على مدار حلقتنا النهارده، سواء فيما يتعلق باللقاء ذات نفسه، الفنيات، الروح اللي شفناها عادت بمنتهى القوه، الاداء المحترم، شويه لقطات زي الفل نقدر نقف عند كل لقطه منهم ونطول في الكلام عنها، في سواء في اللقاء نفسه او يعني مظاهر الاحتفال الكتيره اللي كانت طبعا بحضور جماهيري حاجه ولا اعظم من كده. وبالمناسبه الجماهير، جماهير النادي الاهلي لازم نقف عندهم برضو هم كمان في حلقتنا النهارده، لان كالعاده هم دايما ورا النادي الاهلي، وكانوا كالعاده برضو دايما هم الظهر والسند وقد المسؤوليه، وكلهم على قلب رجل واحد، نتج عن ده الفرحه العارمه اللي كلنا فرحناها الحقيقه. كل الاهلاويه قضوا ويك اند ولا اسعد. بصراحه صحيح. لا بصراحه يا كريم، انت كده زي ما بتقال ايه، الروح كده من ناحيه الرياضه شويه، من ناحيه حبك للاهلي ومن ناحيه القلق اللي كان عندنا الفتره، للاسف هقول تاني موسم وشويه، راحت انزاحت وراحت مطرح ما راحت، ومش عايزينها ترجع تاني. لا امبارح كمان واول امبارح كان في سعاده كبيره جدا، يوم الجمعه تحديدا احنا كنا بنتفرج، عارف في مرات كده بتتفرج، بصراحه الحق يقال تتفرج على ماتش الاهلي تبقى مقلق، تبقى حاسس بتوتر، تقول يا رب الوقت يجري بقى عشان ايه النتيجه ما تبص عن كده. لا انت كنت بتستمتع بالمباراه، شايف الاهلي الحمد لله فعلا بيلعب باداء رائع جدا من اول الدقائق الاولى، والاهلي مسيطر بشكل كبير جدا. هنتكلم في كل الفنيات طبعا، لكن انت شفت فريقك، شفت لعيبتك، انت كان فريقك غايب وكانت لعيبتك غايبه، الحق يقال برضو محدش يزعل مننا، بس احنا ما كناش شويه حاسين بوجود الفريق بتاعنا. هو فين اللعيبه؟ قلنا الكلام ده قبل كده، وفين فين علي معلول، فين محمد شريف، فين قفشه، هو فين الشناوي، حتى كنا بنقول ايه اللي حصل، بس ده كان ليه اسباب وخلصنا منها وعدت. احنا دلوقتي بنتكلم في الجديد، بتبني على نظافه الحمد لله، وتاني هقول على نظافه ليه، لان انت كان عندك مشاكل حلتها او بتحلها او بتتخلص منها، فده اسمه على نظافه. الحمد لله رب العالمين، الخطوه كانت رائعه جدا وبدايه موفقه. احنا كده بدايتنا افريقيا رائعه طبعا، كريم طبعا، وبدايتنا محليا، ده اللي طبعا احنا كنا طالبينه وقد كان. بالنسبه للجماهير وبالنسبه لمستر كولر، احنا عندنا كلام كتير جدا يتقال طبعا. لان تاني احنا كنا دايما بنقول مش عايزين نتسرع ونحكم على مستر كولر، يعني من اي ماتش فات لسه بدري، قلنا يمكن الزمالك والاهلي وماتش السوبر هو اللي هيبقى بدايه تبدا تفهم فكر هذا الرجل. لحد دلوقتي نقدر نقول كل الاحترام لمستر كولر، حقيقي كل الاحترام لهذا المدرب اللي عنده بالمناسبه مش برود، هو عنده ثبات انفعالي. الراجل ده مهما كان بيحصل في الملعب شايف واقف، فكر فاهم يعني حاجه مظبوطه، الفكر بقى السويسري، اللعب اللي هو باحترام، الراجل فاهم ايه اللي بيحصل. انا عجبني بصراحه اداؤه جدا، عجبني اللي قدمه لنا على ارضيه الملعب بشكل كبير جدا.